وما كاين الانتقادات، ولكن كديري بحال هكا ما كتسوقيش هضره الناس، لانه ولا تسوقتي هضره الناس عمرك ما غادي تزيد القدام، وان فيت ما عمرك ما غادي توجي. دونك جوستمون خاصك بزاف ديال ما خصكش ديها في هضره الناس تو سامبلومون. بالنسبه لانه واش واحد غيعرف الفرق ما بين واحد مزيان وواحد خايب؟ صراحه الناس اللي متبعينا هما اللي خصهم يديروا، هما اللي خصهم يجاوبوا في هذه القضيه، حيت ما يمكنش نضل نشكر في راسي انا ما عرفتش شنو هو. مي الحمد لله زعما ما وصلت انا لذاك المرحله هذيك ولهذاك الصاد، الا و الحمد لله الخدمه ديالي مزيانه. دونك صراحه كنخلي الناس هما اللي يحكموا، الناس هما اللي يديروا لا ديفيرونس. دابا ما كاينش شي حاجه صاحبتي زعما ما نشدوش، حنا مازال ما قلناش بسم الله ونوض نفرشوا كلشي، ما كاين حاليا والو. وانت اللي كنت صراحه غنخبيها زعما حتى تكمل زعما نخليها سر لاصل ماروكان وي كانت افريقيا، كنت اول مغربيه وعربيه اللي غادي تكون في هذاك الحفل، وما نكذبش عليك بانه كان شرف كبير 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 ليا انه نكون من بين 140 واحد اللي تسليكسيونو في المره الاولى، وكنت ما بين العشرة اللي خداو اعلى نسبه ديال التصويت، وانه نكون ثانية عالميا فهذا شرف كبير ليا. وكنبغي نشكر كاع الناس اللي صوتوا عليا واللي دعموني، ولي انفلونسر صحابي تا هما اللي عاونوني، شكرا لهم بزاف.